بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أعزائنا المشاركين والمشاهدين، أهلا وسهلا بكم وأسعدتم مساء. يعتبر تقرير التنافسية العالمية السنوي من أكثر التقارير شمولية في تنافسية الدول، والذي يهدف لتحليل قدرة الدول على إيجاد بيئة داعمة ومحفزة للتنافسية والمحافظة عليها وتطويرها. إذن من أفضل دول التنافسية، أو عفوا من أفضل التقارير التي قد تقود إلى التنافسية والمؤشرات الريادية في العالم هو هذا التقرير. سيكون معنا في نافذة المؤشر لهذا اليوم الدكتور الفاضل حسن غرة، والدكتور طبعا خبير اقتصادي وأستاذ مساعد في الاقتصاد وريادة الأعمال في كلية بوكس هيل في الكويت، حاصل على شهادة الدكتوراه في اقتصاد ريادة الأعمال من جامعة كورنيل في لندن، وهو مدير مشروع المرصد العالمي لريادة الأعمال لإنشاء أول تقرير شامل عن نشاط ريادة الأعمال في الكويت بالتعاون مع مؤسسة الكويت للتقدم العلمي. أهلا وسهلا بكم دكتور، وحياكم الله. حياكم الله، اهلا وسهلا وشكرا على الاستضافه. اهلا بكم دكتور. راح نترك لك المجال اولا للتعريف عن حضرتك بنبذه قصيره ان اردت، ثم نترك لك ايضا المجال للتعريف بتقرير التنافسيه العالمي، ماهيته، طبيعته، اهدافه واهميته، وبعد ذلك ان شاء الله نتيح الاسئله. تفضل دكتور. الله يحييك وشكرا مرة ثانية على الاستضافة. بالحقيقة يعني هذه مو الاستضافة الأولى، احنا قدمنا بعض المحاضرات في أسرار النمو الاقتصادي، وتكلمنا أيضا عن اقتصاد بعض الدول منها دولة الكويت. هذا يعني الحمد لله الاستضافة الثالثة. ما شاء يعتبر الله. هذا اللقاء من أهم اللقاءات بسبب أنه جاء في ظروف خاصة. هذه الظروف تشمل جائحة كورونا وأيضا الأزمة الاقتصادية التي تبعت جائحة كورونا، وبالتالي يعني وجب علينا أن نوضح للسادة المشاهدين أهم الحلول التي ستساعد الدول، سواء الدول النامية والدول المتقدمة، على يعني إن شاء الله نحاول أن يعني نعبر هذه الجائحة بإذن الله بالطرق يعني السليمة والطرق العلمية. إن شاء الله. الحقيقة نحن نتكلم اليوم عن التقرير التنافسي العالمي. في الحقيقة هذا التقرير يعني ذو باع طويل. أذكر قبل تقريبا 10 سنوات الدكتور طارق سويدان حفظه الله تكلم عنه في برنامج خاص على قناة الرسالة على التقرير التنافسية، ومنذ ذلك الوقت كان عندي اهتمام شديد في هذا التقرير، إلى أن أيضا عندما بدأت في كتابة أطروحة الدكتوراه كان هو جزء من أطروحة الدكتوراه، فتكلمت عن هذا التقرير وأيضا خصوصا في موضوع التكنولوجيا وكيف تأثير التكنولوجيا على نشاط ريادة الأعمال في الأسواق الناشئة. وعادة أنا كل سنة بقرأ التقرير، يعني بلقي نظرة عليه، إلا هذه السنة تأخر التقرير لآخر الشهر الماضي لشهر 12 صدر. فلما أجتني الدعوة من حضرتكم، الدعوة الكريمة، لسه ما كنت قارئ التقرير، فأنا تشجعت فقلت كويس أجتني هذه الدعوة مشان أتشجع وأخصص الوقت اللازم لقراءة هذا فرصة التقرير. طيبة. كانت فرصة يعني، فهي بالنسبة لي تعتبر منفعة أكثر يعني لقراءة التقرير وتحليل التقرير. الحمد لله. الحقيقة هذا التقرير يختلف بعض الشيء عن التقارير السابقة، بحيث أنه لا يستخدم نفس المعايير في قياس تنافسية الدول، وبالتالي كان مختصر أكثر، لكن أيضا كان يشمل العديد من المعلومات.
صراحة حاولت جاهدا أني أحاول أقدم التقرير بطريقة مبسطة، وبالتالي سأقدم لكم إن شاء الله باوربوينت بإذن الله. عشان نقدر نعرف بهذا التقرير وأهم تمام دكتور، أثناء المعلومات ما عن هذا التقرير. بشغل، نعم نعم تفضل. بعد أنك أعتذر المقاطعة، فقط نريد تذكير المشاركين عبر تطبيق زوم أن هناك استمارة للحضور يجب تعبئتها للحصول على شهادة. نرجو من الإخوة المشاركين عن طريق غرفة الزوم تعبئة استمارة الحضور تكرما، ليتسنى لمؤشر عمران تقديم شهادات لحضراتكم. نعتذر دكتور للمقاطعة، تفضل. شكرا لك. التقرير التنافسية العالمي 2020 كما وضحت قبل قليل، التقرير مختلف عن التقارير السابقة، وسنتكلم عن أهم معالم هذا التقرير وأهم الحيثيات هذا التقرير. اللي بحب يقرأ التقرير، هو صادر باللغة الإنجليزية، ممكن يعني يتابعنا على وسائل التواصل الاجتماعي أو حسابي على تويتر. أنا نشرت هذا التقرير، هو مجانا، ممكن أي شخص يدخل لهذا التقرير ويقرأه وينزل هذا التقرير من الويب سايت. أهم الأفكار اللي حنقدمها إن شاء الله في هذا التقرير، حنعطيكم بعض المقدمات عن هذا التقرير، متى نشأ، من هو المؤسس لهذا التقرير، ما أهمية هذا التقرير، ما أهمية التقرير فيها من خلال الأوضاع الحالية، جائحة كورونا والأزمة الاقتصادية. أيضا سنقدم أهم النتائج الموضحة في هذا التقرير بشكل مختصر، ثم ندخل في بعض التفاصيل التي تركز على هذا التقرير، تركز على بيئة الأعمال التمكينية والمؤسسات الرسمية وغير الرسمية، المؤسسات الحكومية وثقافة الدول والفساد. سنتكلم في القسم الثاني على رأس المال البشري الـ Human Capital. أيضا سنتكلم عن الأسواق الـ Markets. أيضا سنتكلم عن منظومة الإبداع والابتكار Innovation Ecosystem. والقسم الخامس يتكلم عن قياس جاهزية التحول الاقتصادي للدول Measuring Economic Transformation Readiness. والقسم الأخير، وهو هذا التقسيم نفس التقسيم الموجود أيضا في التقرير، يتكلم عن القدرة التنافسية للدول للاستجابة لجائحة كورونا. Key features of competitiveness that enhance countries' responses to the pandemic. سنعرض لكم بعض المقدمات. في البداية هذا التقرير مثل ما ذكرت له باع طويل، يعني من سنة 1979. مؤسس هذا التقرير هو ألماني اسمه كلوس شواب. يقدم هذا التقرير، هو تقرير سنوي ينشره المنتدى الاقتصادي العالمي، وهو عادة يجتمع فيه كبار الاقتصاديين والسياسيين والعلماء، يقدمون الاستشارات والمناقشات بشكل سنوي. هذا التقرير عادة يقدم صورة مناسبة للبيئة الاقتصادية للبلد، وهو يعتبر أداة مركبة لقياس البيئة الاقتصادية للبلدان وقدرتها على تحقيق مستويات مستدامة من النمو الاقتصادي والازدهار. طبعا احنا بنعرف عادة لقياس النمو الاقتصادي عادة الدول تستخدم مؤشر الجي دي بي، الجروس دوميستيك برودكت، الناتج الاجمالي المحلي. لكن في بعض الدول نلاحظ ان حتى لو عندها نمو في الناتج المحلي فهذا لا يعني الاستدامة في النمو. وبالتالي وضح العالم الألماني أو البروفيسور كلوس شواب أن هناك معايير مركبة نستطيع من خلالها قياس استدامة نمو الدول والبيئة الاقتصادية والنمو الاقتصادي. يستخدم المنتدى الاقتصادي العالمي بيانات إحصائية من مصدرين. المصدر الأول المصادر المنشورة عن طريق المنظمات الدولية المعترف بها مثل اليونسكو وصندوق النقد الدولي والبنك الدولي. أيضا لديه استبيان خاص لآراء المدراء اسمه Executive Opinion Survey. عادة كل سنة يقدم هذا الاستبيان، هو ستاندرد، يقدم ل 15,000 مدير حول العالم لقياس جودة بيئة الأعمال والاقتصاد في عدد من القطاعات لكل بلد
مشارك في هذا التقرير. إذن هذه الصورة يعني مقدمة عن التقرير وكيف بدأ التقرير وما أهمية التقرير، لأنه بالبداية يجب أن نعرف أن التقرير بشكل عام هو يعني هو لماذا سمي التقرير التنافسي؟ لأنه ماذا يعني بالتنافسية هنا؟ نعني بالقدرة التنافسية هي السمات وخصائص الاقتصاد التي تسمح باستخدام أكثر كفاءة لعوامل الإنتاج. طبعاً من الأخوة المشاهدين، ماذا نعني بعوامل الإنتاج؟ عادة ما نعني هي الفيزيكال كابيتال، الآلات، الأرض، الطاقة البشرية، التكنولوجي، هذه كلها عوامل لها علاقة في عوامل الإنتاج. لكن كيف نستطيع أن نقيس كل هذه العوامل؟ عن طريق تحديد هذه العوامل وتحديد السمات والخصائص التي تسمح بهذه العوامل لتعمل مع بعض لإنتاج أكثر كفاءة وأيضا تسمح في استدامة النمو الاقتصادي. تطور هذا المفهوم من خلال هذا التقرير ليشمل 12 معيار. طبعا هذه المعايير تطورت مع الوقت، يعني المعايير قبل تقريبا 3-4 سنوات تختلف عن المعايير الآن. آخر هذه المعايير هي الموجودة حاليا أمامكم من تقرير 2019. تشمل هذه المعايير مثل ما تكلمنا اللي هي enabling environment، اسمحوا لي أن كتبتهم باللغة الإنجليزية وراح أحاول نتكلم باللغة العربية هون ترجمهم، اللي هو البيئة التمكين والمؤسسات، ونعني بها المؤسسات والبنية التحتية والتكنولوجي، تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والاستقرار الاقتصادي الماكرو ايكونوميك ستابيليتي. هذه كلها تحت ما يعرف بالانيبلينج انفايرمنت، البيئة التمكينية. طب تمكين من؟ تمكين رواد الأعمال والشركات في الازدهار والنمو. هذه فكرة الانيبلينج، من نمكن؟ نمكن الأفراد والشركات في النمو والازدهار عن طريق ماذا؟ المؤسسات، ونعني هنا بالمؤسسات، المؤسسات الرسمية كالحكومات والمؤسسات غير الرسمية كثقافة شعوب، العادات والتقاليد. نحن نعرف أن بعض البلدان لديها ثقافة ريادة الأعمال أكثر من دول أخرى. أيضا مثلا الفساد في هذه الدول، مؤشر الفساد هو جزء من المؤسسات، هو المؤسسات الغير رسمية، جزء عامل مهم في من المعايير المهمة في قياس المؤسسات. أيضا القضاء، هل هو قضاء مستقل أم غير مستقل؟ إذن مثل هذه الأمور تناقش عادة تحت مسمى الانستيتيوشنز أو المؤسسات. الانفراستراكشر من يعني بالبنية التحتية، من الشوارع، من المدارس، طبعا في عنا الصحة وهي جزء أيضا من الهيومن كابيتال، موجودة هنا في قسم الطاقة البشرية أو رأس المال البشري. أيضا نتكلم هنا عن التكنولوجي ومدى انتشار التكنولوجي مثل الموبايل والإنترنت وسرعة الإنترنت في بلد ما. وهنا نتكلم عن أيضا عن الماكرو إيكونوميك ستابيليتي، استقرار الدول في الاستيراد والتصدير. أيضا العامل السياسي، استقرار العامل السياسي جزء من الماكرو إيكونوميك ستابيليتي. أيضا هناك عامل رئيسي، بيلر، معيار رئيسي، هو الماركتس، الأسواق، ويتكلم عن سوق المنتجات، ماذا تصدر هذه الدول، وسوق العمالة اللي هي الليبر ماركت، هل هناك قوانين لدعم العمالة، هل هناك قوانين لتنظيم العمالة، هل هناك قوانين أيضا لتغطية البطالة وغير ذلك من القوانين المتعلقة في سوق دعم العمالة. الفاينانشال سيستم، الأنظمة التمويلية، مثل طبعا احنا في الدول العربية عندنا الاقتصاد الإسلامي أو النظام المالي الإسلامي، البنوك المركزية، هذه كلها تحت مسمى بما يسمى منظومة الاقتصاد أو منظومة المال والأعمال. وآخر بيلر هو المعيار، هو الماركت سايز، حجم السوق، وهذا يعني يهتم فيه الكثير من الشركات. كلما زاد حجم السوق كلما زاد الاستثمار، بسبب يعني مثلا خلينا نقول مثلا سوق مصر يعتبر سوق كبير جدا، وبالتالي هو سوق مرغوب من عدة شركات مالتي ناشونال، لأنه بيحبوا يستثمروا في هذا السوق لضخامة هذا السوق. فالماركت سايد أيضا مهم، حجم السوق. إن المعيار الثالث هيومن كابيتال،
رأس المال البشري، وهنا يعنى بالهيلث صحة الطاقة البشرية، يعنى بعدد الشباب، يعنى بعدد السكان من ناحية هل هي البلد في شيخوخة أم غير في شيخوخة، يعنى في أيضا في مهارات الشباب، هل لديهم المهارات اللازمة مثلا، وحنتكلم عن في هذا الموضوع بتفاصيل أكثر إن شاء الله في مهارات التكنولوجي والرقمنة. وآخر معيار اللي هو الانوفيشن إيكو سيستم، المنظومة الإبداع، وهذا يعني هنا لدينا معيار البزنس دايناميزم، دخول الشركات وخروج الشركات، كم شركة ناشئة لدينا، في نسبة نمو الشركات، نسبة إنشاء الشركات الجديدة. أيضا في عندنا معيار الانوفيشن كابابيليتي، وهذا أيضا له علاقة في ريادة الأعمال والإبداع في اقتصاد ما. فنرجع نقول يعني باختصار أن هذه المعايير الاثنى عشر هي من أهم المعايير التي تحدد إنتاجية الاقتصاد، وبالتالي يضمن استدامة هذا الاقتصاد على المدى القصير والمدى البعيد. إذا في أي سؤال أنا حاضر يعني قبل ما ننتقل إن شاء الله للشريحة الأخرى. الإخوة الحضور إذا في أسئلة ممكن نقلها للدكتور قبل ما ننتقل للمحور الثاني. طب دكتور، احنا اذا استقبلنا يعني اسئله ممكن نجمعها ونعطيك اياها مره واحده دفعه واحده، الله يجزيك خير، بامكانك تكمل. نعم طبعا، ناتي لموضوع الموضوع الساعه، موضوع جائحه كورونا. طبعا جائحه كورونا لم تؤثر فقط على صحه البشر، اي ايضا اثرت على السبلاي تشين، سلسلة الموارد، أثرت أيضا وبالتالي أثرت على الأزمة الاقتصادية. بعض الناس فقدوا وظائفهم، وبالتالي هذه الجائحة لديها تأثير مركب. أيضا هذه الجائحة عملت على تسريع الثورة الصناعية الرابعة. طب ماذا نعني بالثورة الصناعية الرابعة؟ هي ثورة عشان نعرف ليش بيسموها الثورة الصناعية الرابعة، يجب أن نعرف ما هي الثورة الصناعية الأولى والثانية والثالثة باختصار، وتكلمت عنها كان في لقاء مع أحد الأخوة تكلم عنها. لكن باختصار الثورة الصناعية الأولى بدأت مع الستيم إنجنز، المحركات، وهذا في نهاية القرن الثامن عشر وبداية القرن التاسع عشر، اللي هي المحركات البخارية، باكتشاف المحرك البخاري. بعدها في نهاية القرن التاسع عشر أصبحت الطاقة تعتمد بشكل كبير على الكهرباء والنفط والغاز، وأيضا بعدها في القرن العشرين، القرن السابق، أصبح الاعتماد بشكل كبير على الإنترنت. ومن هنا نحن نستطيع أن نتنبأ بماذا سيحدث بعد الإنترنت، هي الثورة الصناعية الرابعة التي تهتم بالذكاء الاصطناعي والروبوتات وإنترنت الأشياء والمدن الذكية. إذن بسبب جائحة كورونا وبسبب البعد الاجتماعي بين الموظفين أصبح هناك تسريع بشكل أكبر. يعني صرنا نشاهد، أنا في قطاع التعليم أصبحت أحاول قدر الإمكان أنه نتبنى التعليم عن بعد. أصبح هناك برامج متخصصة في هذا الموضوع، أصبح هناك تطوير في هذه البرامج كمايكروسوفت تيمز وزوم وغيرها التي نستخدمه الآن. وبالتالي صار أصبح هناك تسريع بالثورة الصناعية الرابعة. هذا التسريع ربما سيفيد الدول المتقدمة، لكن ماذا عن الدول النامية؟ إذا لم تستطع الحاق بركب الثورة الصناعية الرابعة سوف يرجع إليها تخلف بشكل أكبر، النتيجة سيكون هناك تخلف بشكل. وبالتالي هناك من المهم جدا أن نفهم جائحة كورونا وتوابعها وكيف نستطيع أن نتعامل مع هذه الأزمة الاقتصادية. إذا جاء التقرير هنا، من المهم ليس فقط التفكير في أفضل السبل للعودة إلى النمو الاقتصادي للدول، ولكن أيضا كيفية إعادة بناء الاقتصادات بحيث تعمل على تحقيق نتائج أفضل بشأن الرخاء المشترك والاستدامة في المستقبل. يعني خلال جائحة كورونا نلاحظ أن هناك فجوة كبيرة بين الدول المتقدمة والدول النامية. مثال يعني واضح على موضوع اللقاح، أغلب اللقاح ذهب إلى أين؟ إلى الدول المتقدمة وليس الدول النامية، وبالتالي هناك فجوة كبيرة بين النمو وأيضا الاستدامة بين الدول المتقدمة والدول النامية. إذا في هذا الوقت المضطرب للاقتصاد العالمي عمل التقرير، هو التقرير الحالي، على
تقرير خاص سموه Special Edition، إصدار خاص على إيقاف تصنيفات الدول المقارنة على مؤشر التنافسية العالمي. عادة اللي يمكن اللي أول مرة يعني يشاهد موضوع التقرير التنافسية العالمي، هناك مقارنات بين الدول، وسوف أعرض لكم يعني بعض هذه المقارنات في التقرير السابق 2019. لكن هذا التقرير ركز على إلقاء نظرة أساسية على الكيفية التي ينبغي أن تفكر بها الاقتصادات في الانتعاش والتحول أثناء تعافيها، وإعادة تصميم أنظمتها الاقتصادية لتعزيز التنمية البشرية والتوافق مع البيئة. عشان نفهم الموضوع بشكل أكبر، أشارككم التقرير الاقتصادي سنة 2019. هذا التقرير الاقتصادي سنة 2019، The Global Competitiveness Index 4.0، إيش بيسموه، اللي هو الثورة الصناعية الرابعة رانكينج. نلاحظ أن أفضل 10 دول في هذا التقرير سنغافورة، أمريكا، هونغ كونغ، هولندا، نيدرلاند، سويسرلاند، سويسرا، اليابان، ألمانيا، السويد، المملكة المتحدة والدنمارك. هذه أفضل 10 دول. هون نلاحظ أن الرانك هو الاختلاف بال 2018، نلاحظ صعود هونغ كونغ لأربعة مراكز، نزول ألمانيا كانت في المركز الرابع أو المركز الآن في المركز السابع. طب أين الدول العربية والدول الإسلامية؟ حاولت يعني أوضح بعض يعني بنظرة سريعة، وجدنا أنه مثلا لدينا الإمارات في المركز 25، صعدت مركزين، هذا بال 2019 طبعا. نلاحظ ماليزيا أيضا في المركز 27، عندنا قطر في المركز 29، السعودية في المركز 36، صعدت ثلاث مراكز، البحرين والكويت صعدوا خمس مراكز وثمان مراكز. على فكرة الكويت كانت قبل كم سنة كانت في المراكز 30 33، بعدين نزلت شوي، هلأ طلعت. يعني أنا لأني بتابع الكويت لأني أنا مقيم في الكويت، فنلاحظ أن هناك صعود جيد للكويت الآن حاليا في المركز 46 بال 2019. لدينا إندونيسيا، عمان، تركيا، ولدينا بعض الاقتصادات في يعني في لا يعني يعني للأسف، مثلا عندنا إيران المركز 99، بنغلاديش 105، وباكستان في المركز 110. نلاحظ عندنا مصر مركز 93، اليمن في يعني في الأواخر، الله يفرج عنهم ويفرج على الجميع إن شاء الله. إذا نلاحظ يعني مثلا عندنا تركيا، يعني في بعض الأخوة أو الاقتصاديين مثلا لا يستطيعون تفسير مثلا موضوع العملة، مثلا عندنا في تركيا العملة مثلا تطلع وتنزل. طيب ممكن هذا له تفسير العلاقة بالcompetitiveness. تركيا يعني ليست من ضمن أيضا الستين دولة من الاقتصادات، هذا بسبب أن هناك بعض الأمور اللي يجب أن تطورها، وهنا إذا نستطيع يعني ندخل في التفاصيل فله يعني محاضرة أخرى إن شاء الله. لكن أعطيتكم فكرة عامة عن تقرير 2019، يعني يشمل 141 اقتصاد. هذا غير موجود في التقرير الحالي، هو 2020، لكن حبيت أعطيكم يعني نظرة مختصرة عن التقارير السابقة التي يعني عادة ما يستخدم فيها مقارنات بناءً على هذه المعايير، الـ 11 معيار أو الـ 12 معيار أو الـ 12 بيلر. إذن نستطيع أن نقول أن هذا التقرير مختلف، تقرير خاص يلقي نظرة أساسية على الكيفية التي ينبغي أن تفكر بها الاقتصادات في الانتعاش أو الإحياء، يسموها revival، والتحول transformation أثناء تعافيها، وإعادة تصميم أنظمتها اللي هو innovation ecosystem لتعزيز التنمية البشرية والتوافق مع البيئة، الاستدامة. طيب ما هي أهم النتائج في هذا التقرير؟ أعطيكم بشكل مختصر عن أهم هذه النتائج. طبعاً هذا التقرير يحاول قدر الإمكان بوقف النزيف الاقتصادي لهذه الدول، وبنى على استراتيجية معينة. كيف بنى استراتيجية هذا التقرير؟ يعمل على دراسة ثلاثة جداول زمنية: تحليل التاريخ قبل الجائحة، إعادة إحياء الاقتصاد، تقديم بعض التوصيات لإعادة إحياء الاقتصاد خلال العامين القادمين، وتقديم أفكار وتوصيات لتحول
الاقتصاد وتطوير النظم الاقتصادية على المدى الطويل لتحقيق الازدهار المستدام والشامل في المستقبل، وهذا عادة ما يأخذ من 3 إلى 5 سنوات. إذا باختصار يحلل هذا الإصدار الخاص الاتجاهات التاريخية أو العوامل التاريخية السابقة، كما يركز على كيفية تقديم توصيات على كيفية إعادة إحياء الاقتصاد خلال العامين القادمين، وكيفية تحويل هذا الاقتصاد إلى اقتصاد مستدام في السنوات 3 إلى 5 القادمة. طيب، نحن هلا تكلمنا، إذن هناك في عنا سيقدم هذا التقرير تحليل للاقتصاد قبل جائحة كورونا، وعادة ستكون بعد الأزمة المالية 2008-2009 إلى جائحة كورونا، ثم سيقدم كيفية إحياء هذا الاقتصاد خلال السنتين القادمتين، ثم سيقدم كيفية استدامة هذا الاقتصاد خلال 3 أو 5 سنوات القادمة. طيب كيف سيقدمها؟ سيركز على 4 مجالات. هذه المجالات: البيئة التمكينية لرواد الأعمال والشركات، سيركز أيضا على بناء رأس المال البشري، وسيركز أيضا على اقتصاد السوق وعلى منظومة الإبداع والابتكار. إذا سنحلل الثلاث الأطر الزمنية من خلال التركيز على 4 مجالات، كما هو موضح في تكلمنا عن هذه المجالات الأربعة. تمام دكتور، هل تسمح لنا؟ تفضل. تمام، اسمح لنا ناخذ أسئلة ومداخلات قبل ما نتقدم شوي علشان يعني نكون بسيطين مع المشاركين. تفضل. حاضر. تمام، إذا الإخوة الكرام اللي عنده مداخلة أو عنده سؤال، طبعا المداخلات رجاء ما تكون مداخلات طويلة وتكون واضحة، الأسئلة لو تكرمتم. الأخ أغيت أعتقد. نعم تفضل، إذا ممكن الأخت ريتاج تمكن الصوت. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله. الصوت لو تكرمت، بس ارفع صوتك تكرما. حياك الله دكتور، الله يبارك فيك يا رب. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا. معك الأغيت السيد علي من سوريا، طالب علوم سياسي سنة ثالثة. أهلا وسهلا. الله يبارك فيك يا رب. ما هو مدى تأثير الثورة الصناعية الرابعة التي تكلمتم عنها على الاقتصاد بشكل عام؟ سؤال جميل صراحة. وأنا كتبت قبل شهرين بحث في فصل في كتاب، وإن شاء الله سينشر قريبا، عن نفس السؤال هذا. تمام. أول وعنوان الفصل في الكتاب How will artificial intelligence reshape the future of entrepreneurship and economic growth؟ كيف سيعمل إعادة تشكيل الاقتصاد وريادة الأعمال؟ طبعا تأثير اللي هي الذكاء الاصطناعي اللي هو من ضمن الثورة الصناعية الرابعة. بالحقيقة هذا بيحتاج محاضرة كاملة، لكن باختصار ممكن أقول لك أنه يعني أنا من حسب الدراسات أنه هناك توجه، إذا صار هناك توجه من القوى العاملة أو الطاقة البشرية نحو المهارات التكنولوجي والرقمنة، فسيعمل على زيادة الإنتاج وزيادة النمو الاقتصادي. لكن الدول التي لم تستطيع أن تبني نظام تعليمي قوي لبناء المهارات بالتالي ستتخلف عن الركب. هذا باختصار، لكن إذا حابب إن شاء الله بالمستقبل ممكن نتكلم في هذا الموضوع بشكل خاص بإذن الله. تمام، شكرا جزيلا. شكرا دكتور. طيب في معنا كمان مشاركات، الإخوة اللي ممكن عندهم المايك من كانكم تشاركوا مباشرة. السلام عليكم. وعليكم السلام. السلام ورحمة الله. تفضل. طيب إذا الأخ ما تمكن. السؤال بخصوص. نعم تفضل تفضل. يا ريت تعرفنا بنفسك وتعطينا السؤال. نحن نسمعك أخي، تفضل. الدكتور سلالي أبو بكر من جامعة الجزائر. أهلا وسهلا دكتور. مسموع دلوقتي؟ نعم نعم تمام. تحياتي لكم وشكرا. الدكتور سلالي أبو بكر من جامعة الجزائر، تخصص علوم اقتصادية، اقتصاد تنمية، اقتصاد رقمي.
بالنسبة للأستاذ مشكور على القراءات اللي تتعلق بمؤشر التنافسية العالمية لسنة 2019، سؤالي بالنسبة للتغير في ترتيب الدول العربية في مؤشر التنافسية العالمي، هل كان بسبب جائحة؟ على الرغم أن مؤشر التنافسية 2020 تقريبا لم يصدر لحد الوقت التغير في ترتيب الدول العربية في مؤشر التنافسية في عام 2019، هل كان بسبب تأخير الجائحة أم لعوامل أخرى؟ سؤال واضح، شكرا، شكرا لك. سامع صوت استاذ احمد؟ نعم سامع دكتور. ايه، في الحقيقة مثل ما انا تكلمت في هذا خلينا اشوف وارجيكم اياها. مثل ما تكلمت انا هون في المقدمة، لا يوجد تقرير في سنة 2020 يقدم مقارنات سواء للدول العربية او الدول العالمية، بسبب أنه كان هناك أهمية، كان هناك أولوية لتقديم سياسات وتوصيات للدول بخصوص جائحة كورونا، وبالتالي لا يوجد لدينا الآن تقرير خاص في المقارنات بين 2020 و2019. لكن نستطيع أن كما شرحنا سابقا، نستطيع أن يعني نعطيك فكرة عامة دكتور عن اقتصادات الدول في 2019. نعم تفضل. دكتور، ممكن هنا مؤشر دخل مؤشر الرعاية الصحية، يعني كمؤشر قوي بخلاف المؤشرات الأخرى الاقتصادية كالبنى التحتية أو التنافسية أو إلى غير ذلك. مؤشر الرعاية الصحية، هل تعتقد أنه دخل بقوة في مؤشر التنافسية 2019؟ سؤال جميل، وراح أتكلم عن هذا الموضوع إن شاء الله لاحقا. شكرا دكتور. مؤشر البنية التحتية للدول بالنسبة لل الرعاية الصحية مؤشر جدا مهم خصوصا في هذا السنة، سأتكلم عنه لاحقا إن شاء الله خلال 10 دقائق إن شاء الله. شكرا دكتور. طيب نأخذ كمان مشاركة، بس بعدين الدكتور مشاركة أخيرة، يا ريت تكون سؤال واضح وقصير، وبعد ذلك ننطلق إلى تتمة المعلومات اللي الدكتور يعني ماشي لنا فيها بتسلسل. فيا جماعة يا ريت إنه نسأل عن السابق لا عن اللاحق، تفضلوا. السلام عليكم دكتور. وعليكم السلام ورحمة الله. الدكتور تحدث عن الثورة الصناعية الرابعة وأثر جائحة كورونا. السؤال اللي عندي، هل الدول النفطية العربية رح تتأثر بهذا الموضوع؟ يعني شنو رح يكون مستقبلها؟ هل تتجه العالم للطاقة النظيفة المطلوب من هاي الدول حتى تدخل بمؤشرات التنافسية؟ وشكرا. سؤال جميل أستاذ بسام. نعم بالفعل، إذا لم تلحق الدول، خصوصا احنا بنعرف اللي بيسموه داتش ديزيز، المرض الهولندي، يمكن سامع فيه حضرتك، بمعنى ان الدول عندما تعتمد على الموارد النفطيه او الموارد الطبيعيه، وبالتالي هي عرضه لعدم الديمومه، لا يوجد هناك استدامه في النمو الاقتصادي. فنستطيع ان نلاحظ ان بناء على المعايير التنافسيه الموجود في 2019، هناك بعض الدول استطاعت اللحاق بالركب مثل دوله الامارات مثلا، وهناك بعض الدول الأخرى التي لم تستطع، يعني مثل إخوتنا في العراق مثلا، دولة العراق لم تستطع لحد الآن. وهناك دول في مرحلة الانتقال من الاعتماد على النفط إلى مرحلة التنوع الاقتصادي، لكن هذا يأخذ وقت ويجب أن هناك استراتيجية واضحة للدول. لحد الآن لا يوجد، هناك بعض الرؤى، وتكلمنا في لقاء سابق عن الرؤى الاقتصادية للدول العربية، هذه الرؤى موجودة لكن للأسف تطبيقها على أرض الواقع ما زال محل شك. تمام. طيب دكتور، بعدنا في الأخ عبد الله عيسى، دكتور عبد الله عيسى والأخ محمد صلاح أعتقد يعني بيحاولوا أنهم يسألوا عن طريق الشات. فياريت يا جماعة دكتور عبد الله تفضل، مكننا لك المايك، ياريت تمكنوا من طرفك. دكتور عبد الله. طيب الأخ محمد صلاح. محمد صلاح تفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تحياتي، مجهودكم كبير ما شاء الله، أستاذنا أستاذ حسن ما شاء الله، ربنا يبارك في حضرتك. الله يبارك فيك. أنت بتلعب كرة محمد صلاح؟
أنا من مصر أي نعم، بس ما بلعبش كورة. ربنا يحفظك. لي سؤال كنت أتمنى أني أرى لي. في الفترة الماضية بدأنا نرى كم كبير من الدول العربية، مش هقول كم كبير، هما 4 دول تقريبا، بدأت تتجه نحو عملية السلام مع إسرائيل. هل لهذا السلام وتبعاته بعد ذلك، إن شاء الله بالطبع جائحة كورونا يعني ستعبر، لكن السلام الذي يعني بدأنا نراه في المنطقة العربية، هل سيكون له أثر في تأثير التنافسية للاقتصاديات العربية، أم يعني هي مرحلة وستعبر وسيعود العرب أو سيعود معظم الدول العربية كما كانت؟ تحياتي لكم. تحياتي لكم. شكرا أخ محمد. ما بعرف إذا يمكن سؤالك أكثر في العلوم السياسية، فيمكن شخص يعني مختص أكثر. أنا مختص أكثر في العلوم الاقتصادية، لكن الكيان الصهيوني، الكيان الصهيوني طبعا أكيد أكيد طبعا. أنت عم تسألني، ما بعرف إذا فهمتك بشكل واضح، هل السلام مع الكيان الصهيوني سيعمل على تحسين التنافسية للدول العربية؟ هل هذا سؤالك؟ مظبوط يا فندم، مظبوط. إذا بدك إجابة مختصرة، لا. قاطعة. مختصرة يعني. إذا بدك إجابة مختصرة، لأنه بطريقة علمية التنافسية لا تعتمد على التجارة مع دولة واحدة مثلاً. الكيان الصهيوني ممكن تعتمد. هي ستفتح هذا الكيان، هذا الكيان والتعامل معه سيفتح يعني الكثير من 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 اقتصاديات الغرب على مناطقنا. يعني مش بالضرورة الموضوع ليس أبيض وأسود أخ محمد. الموضوع نعم. ليس أبيض وأسود، فيعني هذا باختصار. نعم، بوركت. ربنا يبارك في حضرتك. متشكرين. شكرا لك. شكرا جزيلا دكتورنا. أيضا في الأخ محسن ثامر، لو تكرمت أستاذ محسن تفضل. يا الو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. الاخ محسن، حياكم الله دكتور، وشكرا على هذه المحاضره القيمه. انا محسن ثامن من الجزائر، طالب دكتوراه في العلوم الاقتصاديه. سؤالي دكتور، كشفت مؤشرات 2019 عن تراجع بعض الدول العربيه في المؤشر عن السنه التي قبلها اي 2018، هل يرجع هذا التراجع لجائحة كورونا أو للهيكل الاقتصادي في حد ذاته في هذه الدول؟ وشكرا. شكرا أخ محسن. طبعا أنت سؤالك عن 2019 و2018 مو 2019 و2020. نعم. في هذا الوقت ما كان في جائحة كورونا. لا، أنا 2020 2019 أنا عفوا أنا سنة كورونا والسنة التي قبلها. طبعا شوف، جائحة كورونا أثرت بالجميع، لكن مدى استعداد الدول للانتعاش الاقتصادي هذا سنناقشه إن شاء الله في الدقائق القادمة إن شاء الله. شكرا. طيب. جزيلا. إذن شكرا للإخوة اللي شاركونا، وبإذن الله رب العالمين رح نفتح مشاركات في فترة أخرى. نخرج الآن فاصل صغير بعد إذنك دكتور، فاصل قصير ونعود. شكرا. شكرا. تتسارع فيه الأحداث والتجليات، وتبحث فيه الأمة الإسلامية عن موطئ قدم في ركب الدول المتقدمة. يبحث الكثير منا عن فضاء يبقيه لصيقا بواقع الأمة. الأرقام متطلعا إلى آفاق التغيير والنهوض. عمران تختصر طريقك عبر ملف مؤشر. ما هو المؤشر؟ المؤشر أحد أدوات عمران لصناعة الوعي الحضاري في الأمة. نحاول من خلاله دورياً تسليط الضوء على مجال من مجالات من خلال رصد الإحصاءات، تحليل الأرقام، وتحديد القضايا الرئيسية التي ينبغي التركيز عليها. ما هي أهداف المؤشر؟ نحرص في المؤشر على تحليل الواقع بالإجابة على السؤال أين نحن الآن، وذلك من خلال تشخيص صناع القرار وأصحاب المشاريع والرأي العام إلى الأدوار المنوطة بهم.
رصد القدرة التنافسية. بلورة الرؤية بالإجابة على السؤال أين نريد أن نصل؟ اقتراح الرؤى التي بناء الفرص التغيير. نحدد كيف نقاوم المقاومة، وذلك بدراسة تجارب الأمم الرائدة الموضة، استخلاص نتائج وطرائق التغيير، دراسة مقومات النجاح. ما هو محتوى المؤشر؟ نشجع في عمران جميع المشاركات على أنواعها: المحتوى المكتوب، المقالات والمدونات، التقارير والدراسات والأبحاث، ملخصات الكتب، التغريدات، المحتوى المرئي، فيديو جرافيك، صور، انفوجرافيك، فيديو لايف على شبكات التواصل الاجتماعي، محاضرات ومداخلات، الحوارات والاستجابة منشورة سابقا، منتجات مرئية أو مسموعة منشورة سابقا. من يعد هذا المؤشر؟ هذا المحتوى المتنوع والهادف الذي يعد به عمران يشارك فيه أبرز الباحثين في العالم الإسلامي، أبرز العاملين بالقطاع والمختصين، جميع المهتمين. مؤشر عمران، دون معنا من الوعي بالواقع. أهلا بكم من جديد، وأهلا بالدكتور محسن غرة محدثنا لهذه الليلة. ويعني كنا في نهاية المداخلات يعني القريبة قبل الفاصل نتحدث عن 140 اقتصادية درست في تقرير التنافسية 2019. تحدثنا أيضا عن مراكز الدول فيه، وبدأنا بالحديث عن التقرير التنافسية للعام 2020. تحدثت أيضا عن تحليل اقتصادية قبل جائحة كورونا، وعن الاقتصاد والتحول لسنتين، القدرة على التحول والقدرة على الديمومة والاستدامة، كيفية استدامة الاقتصاد. نتركك الآن دكتور مع جمهورك للحديث عما لديك من باقي المحاور الهامة عن هذا التقرير. تفضل. شكرا أستاذ أحمد، يعطيك العافية. إذن تكلمنا أخواني أخواتي، يحلل هذا الإصدار الخاص الاتجاهات التاريخية حول عوامل التنافسية، بالإضافة لأحدث الأفكار حول الأولويات المستقبلية، بحيث أنه يقدم توصيات مقابل ثلاث جداول زمنية: التحليل التاريخي، إعادة إحياء الاقتصاد خلال العامين القادمين، وتطوير النظم الاقتصادية من خلال 3 إلى 5 سنوات. وتكلمنا أن هذه التحليل من خلال الأطر الزمنية سيكون تركيزه على 4 مجالات، وهي نفس المجالات التي تكلمنا عنها في النموذج للتقييم النمو الاقتصادي والديمومة الاقتصادية للدول بشكل عام. المحور الأول البيئة التمكينية لرواد الأعمال والشركات، المحور الثاني بناء رأس المال البشري، المحور الثالث اقتصاد الأسواق، والمحور الرابع منظومة الإبداع والابتكار. أيضا من أهم النتائج في هذا التقرير، قدم هذا التقرير تقييم أولي للبلدان حول مدى استعدادها للتحول نحو الأولويات الرئيسية أو السياسات الرئيسية بناء على مقاييس كمية ل 37 اقتصاد. طب لماذا كنا 140 اقتصاد والآن أصبحنا يعني ركز فقط على 37؟ لأنه باختصار لا يوجد بيانات كافية للاقتصادات الأخرى، لأنه هنا يقدم تحليل لبيانات قديمة وبيانات في الوقت الحاضر، وبالتالي توفر البيانات عمل على تحديد الاقتصادات ل 37 اقتصاد فقط. سنتكلم عن هذه الاقتصادات إن شاء الله مع نهاية هذا اللقاء. إذن هنا سنتكلم الآن على المحور الأول، إحياء، مثل تعرفوا الإمام الغزالي، إحياء علوم الدين. نحن هنا إحياء الاقتصاد إن شاء الله، إحياء والتحول نحو البيئة التمكينية. قبل الجائحة، البيئة التمكينية، نعني بالبيئة التمكينية كما تكلمنا عن المؤسسات بشكل عام والبنية التحتية، نستطيع أن نقول هناك ضعف بالمؤسسات بشكل عام، خصوصا في الدول النامية والدول الناشئة. أيضا من أهم السمات التي موجودة في الدول ضعف الوصول إلى تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، بما يعرف بالICT Information and Communication Technology. أيضا هناك ارتفاع الدين العام،
احنا كما نعرف انه اذا هناك ارتفاع دين العام سيعمل هذا على ضعف الاقتصاد، وبالتالي هذه اهم الملامح اقتصادات الدول النامية قبل جائحة الكورونا. طب كيف نستطيع إعادة إحياء اقتصادات الدول النامية؟ يجب علينا في البداية تحسين الخدمات العامة والرقمية، أيضا تطوير البنية التحتية، وأيضا التوصية الثالثة إجراءات، يجب عمل إجراءات لدعم البلدان المثقلة بالديون، وبالتالي ممكن إعادة تنظيم هذه الديون، إعادة جدولة هذه الديون، ربما السماح أو العفو عن بعض هذه الديون، وبالتالي استثمارها مثلا في البنية التحتية أو في التعليم، في قطاع التعليم وغيره من السياسات اللي ممكن أن تعمل على تخفيف هذه الديون على البلدان النامية. طبعا مثل ما تكلمنا مرحلة الإحياء هي من سنة إلى سنتين. طيب ما هي مرحلة التحول الاقتصادي من اقتصاد مثلا ريعي أو اقتصاد مبني على الموارد النفطية أو اقتصاد ضعيف لا يوجد فيه إنتاجية إلى مرحلة إلى التحول إلى اقتصاد منتج؟ بعض السياسات، من أهم هذه السياسات من خلال 5 سنوات القادمة، يجب علينا التركيز على بناء حوكمة قوية، حوكمة رشيدة، وبناء مؤسسات قوية، أيضا تطوير البنية التحتية للتحول للطاقة النظيفة وسهولة الوصول لتكنولوجيا المعلومات. بالنهاية هناك أيضا يجب علينا تطوير نظام الضرائب بالنسبة مثلا على الشركات أو على الأفراد، بحيث أن هذه الضرائب تعمل بشكل مضطرد مع الشركات الأكثر ممكن ربحية، وبالتالي استثمار هذه الضرائب في البنية التحتية وفي مساعدة مثلا الفقراء أو في مساعدة انتشار التعليم في المناطق النائية أو المناطق الفقيرة، كل هذه الأفكار ممكن أن نستفيد منها عن طريق تطوير نظام الضرائب. إذن هذا المحور الأول هو إحياء وتحول نحو البيئة التمكينية. نذهب إلى المحور الثاني، رأس المال البشري، وهو من أهم العوامل طبعاً. قبل الجائحة أهم سمات رأس المال البشري هو نقص في المهارات الرقمية وضعف نظام التعليم في الدول النامية، ضعف الحوافز والمكافآت للعمالة، أيضاً تخلف الخدمات الصحية، لأننا نعرف أنه إذا هناك لا يوجد مستويات الصحة قليلة، وبالتالي إنتاجية الفرد، عدد غياباته عن العمل، هذا يؤثر على إنتاجية الشركات وبالتالي تأثيره على الاقتصاد. تخلف الخدمات الصحية مع زيادة أعداد السكان في الدول النامية وشيخوخة الدول المتقدمة. إذن هناك نرى أن هناك فجوة، الدول المتقدمة مثل اليابان مثلا، دول في أوروبا مثلا، نلاحظ أنها لديها أعداد السكان أعمارهم كبيرة ما شاء الله، وفي الدول النامية هناك أعداد ما شاء الله طاقة بشرية هائلة، فنلاحظ هناك فجوة. طب كيف نستطيع أن نحاول، ما هي أهم التوصيات حتى نستطيع أن نقدم، نحاول أن نركز على تنمية رأس المال البشري؟ هناك في مرحلة الإحياء يجب علينا رفع مستوى المهارات مع تطوير سياسات سوق العمل، انتقال تدريجي إلى زيادة فرص العمل عن طريق مثلاً زيادة في الاستثمار، عمل بيئة مثلاً جاذبة للفورين دايركت انفستمنت اللي هو بما يعرف رأس الاستثمار الأجنبي، تطوير النظام الصحي بما يتناسب مع الجائحة في البداية، طبعاً هذا في المرحلة يعني القريبة، وأيضاً توفير احتياجات الرعاية الصحية في المستقبل. مرحلة التحول هي في خلال من 3 إلى 5 سنوات، يجب علينا تحديث المناهج التعليمية لأسواق الغد. ماذا نعني بأسواق الغد؟ هي الكلام عن الثورة الصناعية الرابعة، هذه هي أسواق الغد، الانترنت أوف ثينجز، انترنت الأشياء، الذكاء الاصطناعي، الروبوتات، المدن الذكية وغيرها من هذه الأمور. وما شاء الله عندكم بالجزائر تعرفنا على عندكم شخص ما شاء الله فاز بأفضل مدير في الذكاء الاصطناعي، الدكتور فؤاد بستوني، يمكن الأخوة الجزائريين هلا صار مشهور وبيعرفوه هلا حاليا. ما شاء الله في طاقات بشرية، لكن نحتاج، هو الآن حاليا يعني مقيم في أمريكا، لكن هناك طاقات بشرية، لكن الواجب علينا أن نحدث هذه المناهج بطريقة يمكن للطاقات البشرية اللحاق بالركب التعليمي والركب التكنولوجي. تطوير أيضا قوانين العمل والتأمين الاجتماعي بما يتناسب مع الاقتصاد الجديد،
وأيضا توسيع البنية التحتية لتشمل المسنين والأطفال. هذا من ناحية المحور الثاني، هو أهم التوصيات المقدمة في هذا التقرير. اقتصاد السوق أو السوق الأسواق، قبل الجائحة هناك يعني الشركات قامت، يعني نحن نعرف أن الأسواق عانت الأمرين في الأزمة الاقتصادية بال2008 وال2009، وأصبح هناك بعض الانتعاش في الأسواق، والشركات أصبح يعني صارت توقف على رجليها بعد، يعني بعض الشركات استطاعت أن يعني أن تقف على رجليها في بالناحية يعني بعد الأزمة الاقتصادية. لكن ما زال هناك نلاحظ أن هناك بشكل عام التقرير يوضح أن هناك زيادة في مخاطر الديون للشركات. الشركات لديها ديون ثقيلة، وبالتالي بمقارنة بالسيولة التي لديها، وبالتالي هذا للديمومة للاستدامة هناك مشكلة في المدى القصير والبعيد. أيضا تركيز الأسواق على الاقتصادات المتقدمة مع وجود فجوات كبيرة في الإنتاجية بين الشركات الكبيرة والصغيرة، نلاحظ هذا بشكل كبير في الدول النامية. الشركات الكبيرة عادة تسيطر على السوق عن طريق الاحتكار، عن طريق مثلا الاحتفاظ ببعض المنتجات، وبالتالي لا يوجد فرصة، حتى الحكومات عندما تطرح مناقصات مثلا لا يوجد فرصة للشركات الصغيرة في الدخول في هذه المناقصات أو هذه المشاريع. الشركات الكبيرة مثل ما بيقولوا تأكل الأخضر واليابس، فهذه مشكلة أيضا، هذه من قبل الجائحة. وهبوط الانفتاح التجاري بين الدول، طبعا مع الكورونا زادت الأزمة الانفتاح التجاري بين الدول. لكن ايضا اذا حابين ندخل شوي السياسه في الموضوع، يعني زياده التطرف الاقتصاد او الحكومات اليمينيه، فاصبح هناك ايضا انفتاح تجاري، والسفر بين الاشخاص بين الدول اصبح هناك ايضا في هبوط، واصبح هناك صعوبه في التنقل بين الاشخاص، بين الافراد، وبين طبعا من خلال بين الدول. طيب ما هي أهم التوصيات؟ أهم التوصيات في مرحلة الإحياء من سنة إلى سنتين: ضمان أسواق مالية مستقرة عن طريق البنك المركزي، عن طريق البنوك، عن طريق وزارة المالية. أيضا إنشاء حوافز مالية للشركات للمشاركة في ممارسات واستثمارات مستدامة وشاملة. طبعا هذه الحوافز تأتي من أين؟ من المؤسسات، من الحكومات، وبالتالي تستطيع أن تستثمر بشكل أكبر. أيضا الاستثمارات الأجنبية في الدول، هذا يعمل على الاستدامة. أيضا وضع الأسس لزيادة الحركة الدولية للبضائع والأشخاص مع زيادة المرونة في سلاسل التوريد، وهذه من أهم المشاكل التي نواجهها حاليا في جائحة كورونا اللي هي supply chain. في المرحلة التي نقدم فيها خلال 5 سنوات القادمة، نريد أن نركز على زيادة الحوافز لتوجيه الموارد المالية نحو الاستثمارات طويلة الأجل، طبعا الاستثمار في البنية التحتية، الاستثمار في التعليم، هذا يضمن لنا إن شاء الله الديمومة في النمو الاقتصادي. أيضا إعادة التفكير في أطر المنافسة والاحتكار كما تكلمنا قبل قليل، اللازمة للثورة الصناعية الرابعة. نلاحظ أن بعض الشركات، يعني مثلا الآن شركات السوشيال ميديا، تويتر، فيسبوك، تسيطر. أي شركة ناشئة تريد أن يعني تظهر على السوق، نلاحظ أن الشركات الكبيرة مثل الحوت تبلع الشركات الناشئة، وبالتالي لا يوجد هناك مساحة للنمو للشركات الناشئة. أيضا تسهيل إنشاء أسواق الغد بما يعرف بالبنية التحتية للثورة الصناعية الرابعة، مع تعاون وزيادة التعاون بين القطاعين العام والخاص. هذه من أهم التوصيات المقدمة في هذا التقرير. آخر محور كما تكلمنا، نحن تكلمنا عن 3 محاور، آخر محور هي منظومة الإبداع، وهي العلاقة في ريادة الأعمال بشكل مباشر. قبل الجائحة تعززت ثقافة ريادة الأعمال، يعني هناك ثقافة بشكل عام بين الدول عن ريادة الأعمال، لكنها لم تؤدي لإنشاء شركات جديدة. يعني مثلا أنا كشخص أريد أن أفتح شركة، لدي الموهبة، لدي الطموح، لكن لم أخذ الخطوات القادمة لإنشاء شركة، وبالتالي لم نلاحظ أنه حتى قبل الجائحة لم تعزز المنظومة قبل الجائحة في إنشاء شركات جديدة، وبالتالي الصورة ليست واضحة أو بشكل كامل من حيث التركيز رواد الأعمال. أيضا نقص في الإبداع المستدام، ونعني بالإبداع المستدام هناك نقص في الاختراعات من ناحية الطاقة المتجددة، من ناحية الحفاظ على البيئة، وغيرها من الأفكار التي تعمل على أيضا السوشيال انتربونورشيب، ريادة الأعمال لخدمة المجتمع.
مثل هذه الأمور هناك خصوصا في الدول النامية، نحتاج إلى مثل هذه الأفكار التي تساعد رواد الأعمال وتساعد الفقراء على زيادة دخلهم. في مرحلة الإحياء في معنى الخطة أو التوصيات للسنة القادمة أو خلال السنتين القادمتين، يجب هناك استثمار أكثر في البحث والتطوير Research and Development. هذا الاستثمار يأتي من الحكومات ويأتي أيضا من القطاع الخاص، أيضا تحفيز رأس المال الاستثماري Venture Capital. شخص عنده فكرة جميلة أن يقدمها للشركات، والشركات تستطيع أن تدعمه في المال. أيضا هناك نشر التقنيات الحديثة لدعم إنشاء شركات جديدة، بما معنى هناك الإنترنت والموبايل والأبليكيشنز وغيرها من الأمور التي تساعد رواد الأعمال على إنشاء شركات جديدة. في الخطة المستقبلية للتحول إلى اقتصاد أو اقتصاد معرفي، من المهم أيضا تحفيز الاستثمار في مجال الأبحاث، الاستمرار في هذا الاستثمار، أيضا تحفيز الشركات على تبني التنوع اللي هو الدايفيرسيتي والإنصاف بما يعرف بالإيكويتي. الإنصاف مثلا المرأة، يجب الاهتمام بالمرأة أيضا، الجندر إيكويتي أو الإيكواليتي، الاهتمام أيضا بتعليم المرأة، الاهتمام بالتنوع سواء التنوع الثقافي أو التنوع مثلا من ناحية الجندر، أيضا التنوع في الأعمار، توظيف الشباب يقدم أفكار جديدة وتعزيز الإبداع. إذن هذه أهم أربع محاور وأهم التوصيات التي قدمه التقرير في هذا الخصوص. سننتقل لقياس جاهزية التحول الاقتصادي للدول. إذا حاب، ما بعرف أستاذ أحمد حابب تفتح المجال الأسئلة أو ننتقل إلى القسم الخامس على راحتك. نعم دكتور، ممكن أخذ مداخلتين الآن علشان الوقت، يعني ممكن نستمع المداخلتين. كان الأخ بدر أحمد يريد أن يسأل أو يقدم مداخلة. أخ بدر تسمعني؟ أستاذ بكر إسحاق من شاد، تفضل، مكن المايك من طرفك وتفضل أستاذ بكر. الإخوة في الإدارة يا ريت نتأكد ممكن أتفضل أني أستاذ أحمد. نعم نعم تفضل أستاذ زينب. أنا فقط أسأل الدكتور، من الذي يجب أن يستثمر في البحث العلمي؟ هل الحكومة وحدها أم من يعني بالضبط اللي عليه أن يستثمر في البحث العلمي في دولنا؟ شكرا للسؤال أخت زينب. يعني تكلمنا بشكل مختصر، لكن الاستثمار في البحث والتطوير عادة هناك نوعين من الاستثمار. يعني حتى في جائحة كورونا، اللقاح الذي قدمه شركة فايزر والشركات الأخرى موديرنا وغيرها، هذا قام عن طريق القطاع الخاص، فكان الدعم من القطاع الخاص فقط. لكن حتى نستطيع مثلا أن نخفض من تكاليف هذا اللقاح، يجب هناك دعم حكومة أيضا. التدخل الحكومي في الأزمات مهم جدا، وهذه نظرية كنز في الاقتصاد. إذا من خلال الأزمات يجب هناك يكون هناك تدخل حكومي بحيث ضخ الأموال، دعم القطاع الخاص، دعم الشركات الناشئة، لأنه أول المتأثرين بشكل سلبي من الأزمات الاقتصادية والجوائح هم الشركات الناشئة، الشركات الصغيرة، لأن لديها يعني موارد قليلة، سواء الموارد المالية أو الموارد المنتجات وغيرها. وبالتالي نرجع لسؤالك، هل يجب أن نستثمر فقط في دعم الشركات؟ نعم، هناك يجب أن هناك دعم للشركات الخاصة، وأيضا هناك تدخل حكومي في هذا الموضوع بالنسبة للريسيرش أند ديفلوبمنت. شكرا شكرا دكتور. طيب أستاذ بكر، أستاذ بكر إسحاق المايك ممكن من طرفنا، يا ريت أنت من حق من عندك تمكن المايك وتتفضل. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله. الاسم أبو بكر إسحاق عبد الرحيم من دولة تشاد، طالب جامعي قسم العلوم السياسية العلاقات الدولية. عندي سؤال، يعني مثلا عندما نرى التأثير السلبي في من جهة الكورونا، يعني أصابها معظم الدول الغربية، ومع ذلك يعني هم ما زالوا في القمة في هذه المؤشرات، ما سبب في ذلك؟ وعندي سؤال ثاني للضيف،
ما رأيكم يعني في الليرة التركية مقارنة مع الدولار مع إدارة الجديد اللي... تمام، شكرا جزيلا أستاذ بكر. طيب شكرا أخ بكر، وإن شاء الله بالتوفيق في دراستك. يمكن حسب ما فهمت هو عم بتسألني كيف استطاعت الدول المتقدمة من يعني النجوء يعني التغلب على جائحة كورونا، وكيف الاستجابة لجائحة كورونا، هنتكلم فيه إن شاء الله في خلال دقائق. بالنسبة للسؤال الثاني بالنسبة للليرة التركية، وما له علاقة في موضوعنا، لكن باختصار مع بايدن والموضوع هذا ما أتوقع السياسات تختلف كثيرا حسب، طبعا هذا الموضوع في العلوم السياسية أنا لست يعني مختص بشكلها، لكن حسب يعني آراء السياسيين لن تختلف كثيرا ويمكن أن تكون أشد حسب التعيينات الموجودة من قبل الرئيس الأمريكي، وبالتالي هذا كلام المحللين السياسيين وليس كلامي. تمام. طيب دكتور اسمح لنا نعطي المجال للدكتور عبد الله عيسى. دكتور عبد الله عيسى تفضل إذا كنت موجود، إذا كنت تسمعني. مش الحال، يعطيكم العافية دكتور. في ثلاث أسئلة كتير بسيطة. الأول هو الأثر السياسي بالتصنيف، يعني هل من أثر سياسي على عملية التصنيف؟ واحد. اثنان، ليش تم التركيز على هول المؤشرات الأربعة دون سواهم من أصل 12؟ ثلاثة، هل هناك عملية إسقاط للنموذج أو للموديل بلحاظ الدول؟ يعني ممكن نحن بمرحلة قبل الجائحة، مرحلة الإحياء ومرحلة التحول تختلف من حاجات دولة لدولة أخرى، فقداش نحن أدركنا الخصوصيات والتمايزات ما بين الدول بعملية هيدي النمذجة إلى حد ما؟ شكرا جزيلا. أسئلة كتير مهمة أخ عبد الله. وبالفعل أنت سؤالك الأول عن الأثر السياسي على معايير التنافسية، طبعاً نحن مثل اتناقشنا قبل شوي السياسة والاقتصاد لا يمكن أن نفصل بينهم، فأكيد هناك في أثر سياسي ويحتاج إلى دراسة. لكن بقدر أقول لك أنه وهذا يعني يجعلني أنتقل إلى السؤال الثاني اللي هو المؤشرات الأربعة. أنا راح أرجع لك للمؤشرات الأربعة عشان تطلع عليها. هي المؤشرات المحاور أربعة، تحت المحاور الأربعة عندنا 12 معيار، وبالتالي مثل يمكن شايف الشاشة صحيح؟ نعم، هذه المعايير. نعم، هذه المعايير الأربعة تحتها في عندنا 12 محور، يعني مثلاً البيئة التمكينية عندنا أربع محاور، في عندنا هون أربع محاور للأسواق، في عندنا محورين لرأس المال البشري، وعندنا محورين للإنوفيشن إيكو سيستم، وبالتالي هم 12. لكن أصبح في يعني قبل كم سنة كان مثلا يركزوا أكثر مثلا على محاور أخرى أو متغيرات أخرى، لكن التغيير بسيط، يعني ما زال هناك الانستيتيوشن، الانفراستراكتشر، الاي سي تي ما زالت هناك، يعني أغلب هذه المحاور موجودة من عشرات السنين. إذن هاي يركزوا على المؤشرات الأربعة؟ لا، هن المؤشرات الأربعة هي تعتبر المظلة، تحت هذه المظلة هناك الـ 12 معيار. الأخذ سؤالك الثالث، الأخذ بعين الاعتبار خصوصية الدول، نعم، لأنه هون هن اعتمدوا على البيانات المتوفرة للدول، هن 37 اقتصاد. إذن هذه التوصيات قدمت للـ 37 دولة ولم تقدم لكل الدول، يعني مثلا إذا تكلمنا عن لبنان أو مصر للأسف ما في ولا دولة عربية أصلا من 37 دولة، ورح نتكلم فيها رح يعني رح أورجيكم الدول اللي كانت موجودة في التقرير. يمكن دولة إسلامية واحدة اللي هي تركيا بسبب توفر البيانات، وبالتالي لا نستطيع، التوصيات ربما تشمل الدول وربما لا تشملها، لا، لكن بالتأكيد التوصيات الموجودة هنا مختصة للدول 37. تمام. طيب دكتور شكرا جزيلا، بإمكانك الآن تابع بقية المحاضرة، ونفتح إن شاء الله وقت آخر للمداخلات والأسئلة في نهاية هذه المحاضرة بإذن الله. إن شاء الله. إذن هل أن ننتقل للقسم الخامس لقياس جاهزية التحول اقتصاد الدول؟ مثل ما يعني الأخ أبو بكر سألني عن موضوع جاهزية الدول،
تم توفير تقييم أولي للبلدان حول مدى استعدادها للتحول نحو الأولويات الرئيسية. نحن تكلمنا عن تقريباً 11 أولوية. الأولويات أو السياسات اللي قدموها أو التوصيات هي عبارة عن 11 توصية بناء على دراسة 37 اقتصاد. ورح ندخل نحن سوا إن شاء الله على التقرير 2020 ورح تشوفوه يعني بنفسكم. أهم من أهم هذه الأهداف، هذه التوصيات، هي رسم مجالات الأولوية مقابل نقاط البيانات المتاحة، لأنه اعتمدنا البيانات المتاحة في محاولة تحسين تحديد الإجراءات والسياسات اللازمة لإعادة البناء بشكل أفضل للاقتصادات المنتجة والمستدامة والشاملة. أيضاً الهدف الثاني من هذه التوصيات هي تقديم لمحة سريعة عن الوضع الحالي في كل بلد، بحيث أنه يقيم إلى أي مدى تمضي الدول اليوم في طريقها نحو تحويل اقتصاداتها. والهدف الثالث من قياس جاهزية التحول الاقتصادي للدول هو تسليط الضوء على الفجوات الرئيسية في البيانات في تقييم السياسات الوطنية والحالية. إذا مدى جاهزية الدول للتحول الاقتصادي اللي هو الثورة الصناعية الرابعة، من الروبوتات إلى الانترنت أوف ثينجز إلى السحاب الكلاودز إلى يعني مثل ما قلنا الارتفيشال انتليجنس وغيرها. عشان ناخذ فكره عن هذا الموضوع، واجهنا نحن، خلينا نشوف نحن، كانت نفتح لكم التقرير موجود هون. نعم، هذا التقرير هو 2020 في تيبل 5.1 performance on economic transformation priorities، اولويات تحول الاقتصاد للدول. المعيار من 0 ل 100. من هذه الدول؟ أغلب هذه الدول في أمريكا الجنوبية وأمريكا الشمالية وأوروبا وآسيا. للأسف لا يوجد دول عربية لعدم توفر البيانات، لكن لدينا هنا تركيا، يعني ممكن هي دولة علمانية لكن فيها مسلمين، لكن نستطيع أن نقول أنها من الدول التي يعني تشملها في الميدل إيست، يعني الشرق الأوسط، يعني لا يوجد حتى دول من الشرق الأوسط هنا. فنلاحظ هنا هذه هي السياسات الأولوية، التوصيات الأولوية. لدينا هنا من 1 إلى 6، هم 11 توصية قدموها. هذه التوصيات حولوا، يعني احنا في عندنا مبدأ في الإدارة، what you can't measure it you can't manage it، بمعنى انه لا تستطيع ان تقول والله انا شخص، يعني بالمعنى البسيط، انا شخص سمين او شخص نظام صحي، طب كيف تقيس هذا الموضوع؟ صح ولا لا؟ عن طريق مثلا البي ام اي اللي هو الاندكس، قياس الكتلة مثلا، او عن طريق قياس الوزن بالكيلوغرام وغيره. اذا من المهم حتى نستطيع هذه التوصيات، كيف نستطيع ان نقيسها؟ نستطيع ان نقيسها عن طريق عملوا يعني معادلة رياضية، واستطاعوا ان يقيسوا هذه التوصيات، ورأوا ان بعض البلدان هي مستعدة اكثر للتحول الاقتصادي والتغلب على الجائحة اكثر من غيرها من الدول. يعني مثلا نعطيكم مثال الأرجنتين. الأرجنتين من مقياس من 0 ل 100 هي عندها مثلا التوصية الأولى اللي هو public institutions، تطوير المؤسسات والحوكمة، 45%. بينما من أعلى نحن لدينا هون؟ أعلى بلد في هذا الموضوع لدينا فنلندا، الهايست سكور 78%. لاحظين معي؟ التوصية الثانية لما تكلموا عن مثلا اللي هو البنية التحتية والتكنولوجي، من هي أعلى دولة؟ لدينا إستونيا 99. الدولة، واللي بيعرف إستونيا هي أصلاً كانت دولة شيوعية. لاحظوا خلال كم يعني من خلال 20 سنة تقريباً أو 30 سنة استطاعت إستونيا التحول إلى من أفضل الدول في البنية التحتية في الاقتصاد والاقتصاد الرقمي. وبالتالي هناك يعني يجب أن يكون عندنا بعض التفاؤل للدول العربية أنه يستطيعون من خلال تحول الاقتصاد السوق، يستطيعون يعني إن شاء الله من خلال 20 إلى 30 سنة ممكن أن يوصلوا إلى ما وصلت إليه إستونيا. عندنا مثلاً التوصية الثالثة اللي هي التاكسيشن، نظام الضرائب ونظام العمالة. لدينا مثلاً ساوث أفريقيا تعتبر من أفضل الدول في هذا الموضوع. إذا نلاحظ عندنا الفنلند، الدنمارك، سويدن. إذا نلاحظ هنا أيضا يعني هناك سيطرة من الدول الاسكندنافية شمال أوروبا على أغلب المعايير. أيضا عندنا التوصيات من 7 إلى 11، أيضا يعني مثلا الكومبيتيشن والأنتي تراست، الانسنتيفز مثلا، الفاينانشال ريسورسز، الماركتس فور تومورو، الفاسيليتيت، تسهيل الأسواق الغد، نظام تحفيز
الانفستمنت والريسيرش وديفلوبمنت، نظام تحفيز الشركات ايضا ورواد الاعمال. اغلب هذه نستطيع ان نقول لدينا فنلندا امريكا، فنلندا وامريكا والصين. اذا لاحظوا معي اخواني، طبعا في عندنا الهايست سكور وعندنا اللوست سكور، يعني في عندنا كمان الدول التي لديها مشكله كبيره، يجب تحديات كبيره في المستقبل، مثل الارجنتين او روسيا، هنا لدينا ايضا اليونان، الهند. اذا يعني من خلال هذا التقرير، يعني ان شاء الله موجود عندنا على الانترنت، ممكن ترجعوا بالتفصيل لمثل هذه الامور، وان شاء الله تستفيدوا من هذا التقرير حتى في دراساتكم الاكاديميه او في يعني دراساتكم للتقرير السنوي. اذا هذا باختصار اهم القياس جاهزية التحول الاقتصادي للدول، هو مبني على الـ 11 توصية المتمثلة هنا، هذول عددهم 11 اللي هي مرحلة التحول، قسناها عن طريق معادلة رياضية، ممكن ترجعوا للتقرير وتشوفوها بأنفسكم. إذن نستطيع أن نكمل أن نقول أن القدرة التنافسية لاستجابة الدول، هناك الرقمنة الاقتصادية والمهارات الرقمية من أهم العوامل. طبعاً إحنا الآن في آخر قسم اللي هو مدى التنافسية أو مدى قدرة الدول على الاستجابة لجائحة كورونا. سنتكلم عن هذا الموضوع من أربعة، يعني لماذا مثلاً خلينا لماذا نيوزيلندا لا يوجد بها كورونا؟ كيف استطاعت نيوزيلندا مثلاً التغلب على الجائحة بشكل جيد جدا؟ يعني قبل كم يمكن أسبوع أعلنت نيوزيلندا لا يوجد بها أي حالة يعني كورونا. طيب كيف استطاعت ذلك؟ يوضح التقرير أن هناك أربعة عوامل. أولا الرقمنة الاقتصادية والمهارات الرقمية. كانت بعض الاقتصادات التي يمكن أن تعتمد على التكنولوجيا وتوفير الخدمات الرقمية عبر الإنترنت أقل تأثرا نسبيا. من أي ناحية؟ لأنه نحن عندما أصبح هناك عندنا جائحة كورونا أصبح هناك إجراءات مثل البعد الاجتماعي، مثل الناس أصبحوا يعملون من بيوتهم. إذا هذه الدول الاقتصاد لديها بنية تحتية قوية من ناحية الإنترنت والرقمنة والمهارات الرقمية طبعاً الموجودة لدى الطاقة البشرية، وبالتالي أصبح التأثر بالاقتصاد أقل. أيضاً استخدام التكنولوجيا لرصد تطور العدوى، استفادت البلدان التي لديها تكنولوجيا من استخدام من رصد تطور العدوى وانتشاره. من أهم هذه الدول هي الدول الإسكندنافية التي يعني استفادت من هذا الموضوع، لديها استجابة عالية بشكل جيد باحتواء جائحة كورونا، والاقتصاد لم يتأثر بشكل كبير. نيوزيلندا كما تكلمنا، إستونيا والولايات المتحدة. طبعا احنا هنا نتكلم عن الاقتصاد، طبعا اكيد ممكن حد يقول لي طبعا الولايات المتحدة تأثرت، لكن بشكل نسبي رح نقول تأثيرها بالدول الأخرى هو أقل من الدول الأخرى بسبب لديها مستويات عالية من الرقمنة الاقتصادية والمهارات الرقمية. السبب الثاني لقدرة الدول على الاستجابة للبلدان الاستجابة للجائحة هي شبكات الأمان والسلامة المالية، بمعنى أن البلدان التي لديها بالفعل شبكات أمان قوية، بمعنى يعني السوشيال سيكوريتي والنظام الاجتماعي، دعم استطاعت ان تدعم هناك الذين لا يستطيعون العمل خلال الوباء، وبالتالي استطاعت دعمهم في وضع افضل لانقاذ سبل العيش. يعني مثلا الدول التي لديها انترنت بسرعات عاليه، ممكن السبلاي تشين سلسله التوريد، ممكن انا عن طريق من منزلي الان مثلا من الكويت استطيع ان اطلب حاجاتي المعيشيه بغض النظر اذا استطيع ان اذهب الى السوبر ماركت او لا. هذه الامور موجوده في بعض الدول، غير دول لا تستطيع. ايضا يمكن الاقتصادات ذات الانظمه الماليه القويه، ومن بينها تايوان، فنلندا، الولايات المتحده، الامارات العربيه المتحده، وسنغافوره، العثور بسهوله اكبر على الموارد لتوفير الائتمان للشركات الصغيره والمتوسطه، وبالتالي الدول التي لديها غطاء مالي قوي استطاعت دعم المشاريع الصغيره والمتوسطه، استطاعت من الحد التخفيف من تاثيرات جائحه كورونا. السبب الثالث وهو من أهم الأسباب هي الحوكمة، يعني وجود حكومة قوية والتخطيط. وجدنا ذلك يعني من أهم الدول هي تايوان، لأنه تايوان لديها يعني تجارب سابقة في موضوع السارس، فيروس السارس، وبالتالي لديها إجراءات مسبقة اتخذت. يعني عندي مقالة نشرتها في هذا الموضوع ممكن تراجعوها، يعني تايوان أخذت تبنت أكثر من 120 إجراء
فور الإعلان عن جائحة كورونا. وبالتالي هناك بعض الدول لديهم بما يعرف بالبرو أكتيف بلان، التخطيط المسبق لبعض هذه الأمور، هذه تعتبر من الحوكمة والتخطيط. فكانت البلدان التي يمكن أن تخطط بشكل أفضل وتنسيق التدابير الصحية مع السياسات المالية والاجتماعية أكثر نجاحاً نسبياً في التخفيف من آثار الأزمة. من أهم هذه الدول سنغافورة، سويسرا، لوكسمبورغ، النمسا والإمارات العربية المتحدة. السبب الرابع هو النظام الصحي والقدرة البحثية. ومن أهم، طبعاً لا يتم تحديد النظام الصحي بعدد المستشفيات والأطباء والأسرة، ولكن أيضاً من خلال إمكانية الوصول إلى هذه الخدمات. يعني بعض الدول لديها خدمات، لكن هل يعني مثلاً في أمريكا هل التأمين الصحي يغطي مثلاً إصابتك بفيروس كورونا أم لا؟ مثلاً هل تستطيع الوصول إلى المستشفيات في حال يعني أصبت بمرض الكورونا أم لا، أو كان عندك أعراض قوية وبالتالي إمكانية الوصول إلى هذه الخدمات من قبل جزء كبير من السكان يعتبر معيار أيضاً من موضوع تحديد النظام الصحي من خلال البروتوكولات القائمة لإدارة قضايا الصحة العامة، ومن خلال القدرة على تطوير ونشر استجابة تكنولوجية. طبعاً في عندنا اللقاح، طبعاً من أهم الدول التي استطاعت لديها نظام صحي قوي اليابان، إسبانيا، تايوان، مالطا وهولندا. أيضاً تمكنت البلدان، وممكن أضيف لهم تركيا حسب علمي، أن تركيا أيضاً لديها نظام صحي قوي. أيضاً تمكنت البلدان التي تتمتع بقدرة أكبر في مجال التكنولوجيا الحيوية والتعاون بين الجامعات والشركات، من أهمها سويسرا، الولايات المتحدة، فنلندا، الكيان الصهيوني وهولندا، وأيضاً ممكن أضيف لهم ألمانيا، من تطوير حلول للأزمة الحالية وهي في وضع أفضل للتعامل مع الأوبئة المستقبلية. إذن أيضاً السبب الرابع النظام الصحي والقدرة البحثية للدول. في الختام نستطيع أن نقول أن هذا الإصدار هو عبارة عن 50 صفحة، يعني ما تقرير مو كبير، لكن ما شاء الله غني بالمعلومات. نستطيع أن نقول أنه جمع هذا الإصدار الخاص من تقرير التنافسية العالمي بين البيانات التاريخية والمؤشرات الفريدة ونتائج مناقشات الخبراء لتسليط الضوء على الأولويات الحالية والناشئة، ليس فقط لإعادة إحياء النمو، ولكن أيضاً لتحديد اتجاه جديد من شأنه تحقيق ازدهار مستدام وشامل في السنوات القادمة بإذن الله. تمام دكتور، تمام، بارك الله فيك. شكراً على الاستضافة، وأنا جاهز لأي سؤال حاضر إن شاء الله. الله يكرمك يا رب. قبل ما ناخذ المداخلات والاسئله، بدنا ننوه اخواني المشاركين عن طريق غرفه الزوم انه استماره الحضور ضروريه لمنح الشهادات. نرجو تكرما من حضراتكم الدخول على الرابط الموجود في شات الغرفه لملء الاستماره بالاسم المراد من اجل الشهاده. اذا الحصول على الشهاده مقترن بتعبئه الاستماره. طيب ناخذ اولى المداخلات. معنا الاخ أبو بكر سلالي، هيك أعتقد الاسم. حضرتك رفعت اليد عدة مرات، تفضل. دكتور على المنح هذه فرصة للتدخل. كذلك شكرا للدكتور حسين على القراءة التفصيلية والمميزة لمؤشر التنافسية العالمية. السؤال فيما يخص القراءة يعني كباحثين في المجال الاقتصادي لمؤشر التنافسية ل 2019. خاصة وأنه يعني وكأنه متناقض نوعا ما، بالرغم أنه معظم أو مؤشر تنافسية للعام 2019 ملاحظ أنه معظم الاقتصادات لا تزال بعيدة عن المقدرة التنافسية أو القدرة التنافسية المثالية في جميع عوامل التنافسية ومؤشراته. وفي نفس الوقت المؤشر يفرض التحول بغض النظر عن الوسائل اللازمة لذلك، كون تكنولوجيا يعني ليست متاحة لكثير من الدول، ممكن تلقاها في دول مثل سنغافورة أو نيوزيلندا أو بعض دول آسيا أو بعض دول أوروبية، لكن لن تكون هذه الدول كلها على حد سواء بالنسبة للقراءة الصحيحة لمؤشر التنافسية. وبالتالي كيف يعني في ظل دول تبحث سبل إنعاش الاقتصادي أو إعادة الإنعاش الاقتصادي في ظل التمويل الضعيف، في ظل النمو الاقتصادي الضعيف، يعني في ظل هذه العوامل كلها، كيف في نفس الوقت يفرض تحول آخر اللي هو الثورة الصناعية الرابعة الكاريا جينيراسيون. شكرا أستاذ. شكرا دكتور أبو بكر على
على المداخلة، يمكن أنا تكلمت شوي مع الدكتور عبد الله عيسى في هذا الموضوع، أنه خصوصية الدول لازم نفرق يا أخوة. التقرير 2019 الميثودولوجي، المنهجية التقرير تختلف عن منهجية 2020، بمعنى المنهجية ب 2019 تعتمد الـ 12 معيار ل 140 دولة، وكل دولة تقدم لها سياسات خاصة بها بناء على 12 معيار. التقرير 2020 لديه منهجية مختلفة، هو يركز على البيانات التاريخية للدول ويشمل 37 دولة فقط، هي الدولة التي يعني عرضتها في التقرير 2020، من ضمنها أمريكا اللاتينية ودول أوروبا وأمريكا الشمالية وبعض الدول في آسيا. إذن التوصيات الموجودة في تقرير 2020 هي مقدمة لـ 37 دولة فقط، لا نستطيع أن نشملها في الدول النامية مثل الدول الإفريقية أو دول الميدل إيست الشرق الأوسط. نحتاج إلى بيانات، للأسف لا يوجد بيانات متوفرة للدول النامية ودول الشرق الأوسط. نتمنى في المستقبل أن يكون هناك توفر بيانات بشكل أكبر، وبالتالي نستطيع أن نقدم سياسات بما يتناسب مع كل دولة. لكن أنا أتفق مع الأخ الدكتور أبو بكر، نعم نحتاج إلى سياسات تخدم الدول بناء على العوامل الاقتصادية والسياسية لكل دولة على حدة. تمام، شكرا جزيلا دكتور. طيب مداخلة أخرى أو سؤال آخر إخواني؟ شكرا جزيلا دكتور. شكرا. هل هناك من يريد أن يقدم مداخلة أو يسأل سؤال؟ المايك متاح للجميع. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. السلام ورحمة الله. عندي سؤال للدكتور. نعم، عرفنا بحضرتك وتفضل اطرح سؤالك. بدر أحمد من اليمن. أهلا وسهلا أستاذ بدر. نعم. بما أننا إحنا الآن شبه قاب قوسين أو أدنى بالإنترنت الأشياء، ستكون هناك يعني موجة بطالة كبيرة خاصة بالمصانع، ستكون هناك روبوتات وأشياء من هذا القبيل، وأيضا ستكون الدول ذات الإنترنت السريع والـ5G هذه اللي تسمى الآن تسيطر على الشركات أو على الدول الضعيفة فيها. ما هو مستقبل هذه الدول في التنافسية؟ سؤال جميل أخ بدر. ما بعرف إذا أنت حضرت في بداية اللقاء، سألني يمكن أحد الأخوة نفس السؤال، وأنا مثل ما تكلمت إن شاء الله قريبا سيصدر لي فصل في كتاب عن هذا الموضوع. لكن باختصار، الشركات التي تستخدم الروبوتات توفر بعض المال وربما بعض المليارات. هذه المليارات ستعمل على إعادة استخدامها في البحث والتطوير، وبالتالي سينشأ فرص عمل جديدة للعمالة. لكن هناك شرط، وهذا الشرط يقوله يعني دارون أسيموغلو، ما أعرف إذا الأخوة الاقتصاديين بيعرفوه، معروف عنده كتاب Why Nations Fail، وهو من أكثر الباحثين الذي يستشهد بهم في الاقتصاد. دارون أسيموغلو هو أمريكي في جامعة MIT وأصله من تركيا، يقول أنه في أبحاثه أنه هناك شرط أنه تحديث أو رفع مستويات المناهج التعليمية، وبالتالي يستطيع هناك تقارب. إذا هناك ارتفاع في مستوى البنية التحتية والرقمية، يجب أن يقابلها ارتفاع المهارات للطاقة البشرية، وبالتالي نستطيع يعني يكون هناك نمو أفضل. لكن إذا صار هناك في ارتفاع في الماشينز والارتفيشال انتليجنس وهناك نقص في المهارات، يكون عندنا فجوة. هذه الفجوة ستزيد يعني من الأعباء والتحديات للدول النامية. إذن أهم تحدي للدول النامية هو تطوير المناهج التعليمية بما يتوافق مع التحديات المستقبلية. أتمنى يكون الإجابة واضحة. واضحة دكتور. شكرا. شكرا دكتور. دكتور ممكن سؤال آخر؟ نعم تفضل. تفضل. دكتور بالنسبة للمؤشرات 12 التي تم ذكرها، هل يمكن أن تعوض بعضها البعض؟ مثلا إذا كان عندك نظام مالي يكون سليم نسبيا، هل يمكن أن يعوض البنية التحتية؟ أم أنه يجب على الدول يعني أن تتبع جميع الأركان كما هي؟ يعني هو سؤال جيد. يعني هو أهم
يعني تخيل معي أخي الكريم، أنت في عندك بناية والبناية فيها 12 عمود. أنت عندما تفقد أحد العمدان هل تبقى نفس القوة والصلابة؟ يعني بالنسبة مثلا للتكنولوجيا، التكنولوجيا قلنا أنها يعني حاجة نسبية بين الدول، مش راح تكون حاجة كاملة، من الاستحالة بمكان أنها تكون بين الدول على حد سواء، على الأقل حتى تكون مرونة في استخداماتها. لكن هل هناك من المؤشرات ما يعوض مؤشر آخر؟ شوف، هو هذا المعايير اللي مقدمة يعني اتفق عليها، وأنا لو عندي وقت كنت ورجيتك التقرير. هذه المعايير مثل ما سموها compound effect، بمعنى أنه هذه المعايير تجتمع مع بعضها لتقديم زيادة الإنتاجية للدول، وبالتالي زيادة الإنتاجية تعمل على زيادة النمو الاقتصادي. في آخر دراسة في تقرير 2020، هذه المعايير الاثنى عشر ممكن أن تفسر نمو اقتصاد الدول بنسبة 80%. بمعنى إذا الدول استطاعت أن تركز على هذه المعايير ممكن أن تفسر نموها الاقتصادي بنسبة 80%، وممكن ترجع للتقرير وتشوف النتائج. وبالتالي نرجع لسؤالك، هل أن تعوض بعضها؟ هي لا تعوض بعضها، لكن كل دولة لديها خصائصها وسماتها، وليس كل الدول لديها نفس المشاكل. يعني بعض الدول لديها مشاكل في التكنولوجيا، بعض الدول لديها في التنمية البشرية، بعض الدول لديها في الحوكمة. وبالتالي كل دولة يجب عليها أن تقدم أولويات وتوصيات حسب مناطق الضعف، أو بسموها البوتلنكس، يعني اللي هو عنق الزجاجة. بعض المعايير هناك يجب عليها أن تتطور وبالتالي تصل لمستوى بما يعمل على زيادة النمو الاقتصادي. تمام. طيب، هل هناك أسئلة أو مداخلات أخرى إخواني؟ نستقبل آخر مداخلة أو سؤال حرصاً على وقتكم ووقت دكتورنا الفاضل. زل عشاء عليك أخ أحمد، أنا ما عندي مشكلة. والله حياكم الله دكتور، حدث بركة. طيب، منأكد مرة ثانية على تأكيد الحضور عبر ملء الاستبانة الإلكترونية الموجودة في المحادثة، محادثة غرفة زوم. تكرما إخواني، يعني ما تنسوا تعبئة الاستمارة. وأنت دكتورنا الفاضل الدكتور حسن غرة، الأستاذ المساعد في الاقتصاد وريادة الأعمال، طبعا مش هروب من العشاء، العشاء موجود خلاص. بنساف ولا شو؟ كيف؟ بنساف أردن ولو. الله يحييكم دكتور، الله يحفظكم، إن شاء الله نلتقي ويكون أحلى منصف كمان إن شاء الله بعد الكورونا بإذن الله. إن شاء الله رب العالمين. الله يكرمكم دكتور، الله يجزيكم الخير، شكرا جزيلا لحضرتك، كنت معنا في عرض مميز حول قراءات وتحليلات في تقرير التنافسية العالمية 2020، أمتعتنا وأفدتنا، وبإذن الله نترقب منك المزيد. وشكرا جزيلا لك وللإخوة الأعزاء. أنتم أيها المشاركون الكرام، أعزائنا الأفاضل، ننتظركم بنافذة جديدة كما عودناكم يوم الأربعاء المقبل بإذن الله، ننتظركم بشوق، فانتظرونا. أسعدتم مساء وطابت أوقاتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله، شكرا جزيلا، شكرا للحضور الكريم.